جواب الأولى تقول تجربتي كشفت لي الصديق من العدو، وانت قلت قيم تجربتك في إدارة قناة الميدان. صحيح. طبعاً هي المسألة هي من مسألة قناة الميدان بحد ذاتها أو مسألة التجربة الناجحة بحد ذاتها، لا، هي مسألة النزاع اللي حصل حولها والأخذ والرد. فعلا كشف ناس كانوا يعني مرات بصفك مرات يقلبون عليك، يعني فهمت قصدي؟ يعني في أول حركة ينكشفون، فهمت قصدي؟ ففعلا الموضوع كان يحز في الخاطر يعني. وأنا الحين ما أتكلم عن 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 روس يعني، ولا أتكلم عن أصدقاء، أتكلم عن إعلاميين ما بيني وبينهم احتكاك كبير. وللأسف عانيت في الموضوع، ما أقدر أسميها معاناة بقدر ما هي حزة خاطر، يعني تقدر تقول حزة خاطر. كم قعدت في الميدان؟ قرابة سنة، ممكن قرابة السنة، بدايتها لجنة بعدين إشراف وبعدين مسكت إدارة القناة في بعض التفاصيل، وبعدين أعتقد أنه كانت تجربة ناجحة ما نضجت، يعني ناجحة جدا لكنها لم تنضج. طيب البعض يقول ياسر ما شاء الله تبارك الله، يعني أنت سمعتك كانت في قناة بداية ومن الانتقالة الغريبة للميدان، إيش كانت فكرتك بالضبط؟ شوف، احنا في المجال الاعلامي ما في مجاملات. الفرصه اللي تتاح انك تثبت فيها نفسك بشكل اكبر اتجه لها. فهذه بالنسبه لي كانت فرصه. وللمعلوميه يمكن في شيء يمكن مو عارف الجمهور، انا ما كنت في قناه بدايه، يعني انا كنت اساسا اشارك في فترات في برامج، في بعض البرامج في قناه بدايه، لكني ما كنت موظف في القناه، ما كنت مثلا مرتبط بعقد دائم في قناه بدايه. كانت فرص وشكرا لثقتهم وقتها. وايضا بعدها جاني فرصه في قناه الميدان إدارة. كعرض، لا ما كانت اداره في البدايه يعني، لكن كانت لجنه، بعدين تحول الموضوع لاداره لانه حسيت انه بيئه خصبه قابله للتغيير يعني. فبعد ما تكلموا معي في الموضوع هذا، طبعا ارجع واكد انه ما تكلمت معهم في امور ماديه ابدا يعني. كان عندي كذا نوع من الحرقان داخل انه ابغى اغير يعني، وفعلا وجدت الفرصه واشترطت اشتراطات وتم قبول هذه الاشتراطات واقدمت يعني. الاعلام ما في مجاملات، تجربة. وتجربه في الاخير.